دهر أهلك شو سويت يا قطعني عليك يا مدهر أهلك شو سويت يا نوراني سحرك عماني يا نوراني سحرك عماني وما في بيت قطعني عليك يقطعني عليك يا مدلل أهلك. يلا يلا لك العافية يا رب. اللي زمان ما شفتك، شو أخبارك؟ تمام؟ والله الحمد لله تمام التمام. لك شو هالبيت المكركب هاد؟ ليش وقفت شغلي على البيت؟ حياتي كلياتها مكركبة فوقاني تحتاني. شو كنت عم تشتغل؟ لأكون عطلتك عن شيء؟ لا كنت عم شغل الغسالة الأوتوماتيك. بتعرف جهاد؟ أنا برأيي إنه أهم اختراع انوجد بالقرن العشرين هو الغسالة الأوتوماتيك. يعني ما بعرف لولاها شو كان صار فيني. ولك طالما عندك غسالة أوتوماتيك ليش بيتك قايم قاعد والغسيل ملحوش هون وهون؟ يعني لو ما عندك غسالة اوتوماتيك شو كان صار بحالتك؟ ايه انا بعرف، الله اعلم شو كان صار فيني. المهم شو تشرب؟ عود هلا، ما بدي اشرب شيء. عود هلا. ليش مكبسه نفسك علينا بقى؟ لك يا اخي شو جاي لجربك هلا؟ انا خلص اذا بدي اشرب شيء بقول لك عود. مثل ما بدك على راحتك. بتعرف ماهر، انا وضعك مو عاجبني بنوب. وليش بقى؟ شو بوضعي؟ ما بعرف، خايف إذا حكيت تقوم تزعل، رغم إنه اللي بدي أحكي لمصلحتك. أخي احكي ما بزعل ولا يهمك، احكي اللي بدك إياه. أخي باختصار شديد أنت عايش حالة من الفوضى والكركبة رهيبة جدا، يعني لا تأخذني، تياب ملحوشة على الكنباية، فناجين القهوة والشاي يمكن صار لها أكثر من 15 يوم ما تزحزحت من محلها، الجرايد بالأراضي، سمك الغبرة هيك صار. يعني بالمختصر المفيد، العزوبية ما بتلبق لك ولا خرجك، والمفروض انك تتجوز وتنظم حياتك من جديد. افهمت بقى شو بقصد ولا لا؟ يا حبيبي، وزاد في الطنبور نغما. شلون يعني؟ يعني عيوبي لا اراها وعيوب الناس اركض وراها. شو يعني قصدك انا؟ طبعا بقصدك لك. شو نسيت انك مرقت بتجربة زواج فاشلة وانتهت بالطلاق؟ لا ما انسي، بس ما لازم وقف ضد فكرة الزواج لاني فشلت فيه. وانا كمان هيك، يعني مين قالك اني انا ضد الزواج؟ بس مين هي اللي ممكن تقبل فيني بعد ما صار عمري هالعمر؟ وينا تسلم لي عينا. ولك اخي اللي بيدور بلاقي، يعني انا مثلا مالي صغير بالعمر ولا هلأ ما يئست، ولساتني عم دور على بنت الحلال مرة تانية. بس اهم شيء انه الواحد فينا يتنازل عن شروطه ولا يعقد المسألة. لك أخي متنازل، صدقني متنازل، يعني ما عاد بدي إياها شقرة وطويلة وجذابة ومثقفة وبتحكي أربع لغات وست بيت وسيدة مجتمع راقي، لا حبيبي ما عاد بدي هالنماذج، هلأ صار بدي وحدة آدمية وصلى الله وبارك. حلو هالكلام، بس وين بدك تلاقيها هاي؟ إيش هو بيعرفني؟ اسمع يا ماهر ولا تستخف بكلامي. تفضل يا سيدي عم بسمعك. أنا قررت جوزك وبأسرع وقت ممكن. بقى قوم البس ثيابك وخلينا نروح على محل كويس ونحكي كلمتين على رواق. لوين بدنا نروح؟ هلا البس ثيابك وبعدين بنحكي. والغسالة؟ شباب لك فيها وجبة غسيل. لك إيه خلاص ما رح يصير لها شيء، يلا يلا. ماشي الحال. لك شباب على شو عم بتدور؟ عم دور على قميصي. شفت لي قميصي الاسود والرمادي؟ شو؟ لا انت فعلا حالتك صعبه ولازم جوزك على الحارك. عود ماهر عود. هلا طلعتي من البيت كرفتي عاملات وشي حتى تقعدي بالكافتيريا؟ طبعا لحتى نحكي على رواق. وعن شو بدنا نحكي بقى؟ امسك هالمجله وافتح على الصفحه 45. حاضر يا سيدي. وهي فتحنا على الصفحة 45. ها عندك في زاوية اسمها نصف الحلو وفيها اعلانات زواج مبوبة، شفتها؟ هلأ معقولة انا اتجوز بهالطريقة؟ يخرب بيتها.
يخرب بيتك، بدك يعني اتجوز بالمراسلة؟ هي اخرتي لعمج وجنيت انت، جنيت جنيت. ليش وين الغلط يعني؟ قلة ناس عم تتجوز بهالطريقة. بالعكس انا شايفة طريقة عملية وعصرية وواقعية كتير. ما بعرف يا جهاد، ما حبيت هالاسلوب، ما حبيته يا اخي، وبصراحة ما بيلجأ له الا اليائسين والمعنسين والمصدومين عاطفيا، هيك بحس. لا لا الله يسامحك يا ماهر، هلا انا هيك؟ ليش انت؟ اي نعم سيدي، وصار لي شهرين لاحق هالزاوية، وكل الاصدقاء اللي حوالي نصحوني اني اتجوز بسرعة، لانه مو شرط تكون كل تجارب الزواج مثل بعضها، بالعكس ممكن تكون التجربة الثانية افضل بكتير من التجربة الاولى. ومثل ما بتعرف المرأة لا تنسيها إلا المرأة، فقلت لحالي خليني جرب. على عيني يا حبيبي جرب، ما اختلفنا، بس ليش بهالطريقة؟ ليش مو بغيرها؟ يعني خلينا واقعيين يا ماهر، واحد مثلي بأي طريقة بده يدور على بنت الحلال؟ بطريقة نابليون مثلا؟ طيب المهم لقيت نتيجة أنت؟ لحد هلا لا، بس عندي أمل كبير. يعني لسه ما لفت نظرك ولا إعلان من هالإعلانات هاي؟ بصراحة امبلا، من 10 أيام لفت نظري إعلان أكيد مقبول بالنسبة لي، ليكو لساته منشوف. اسمع، سيدة في 30 من عمرها مثقفة وذات حضور جذاب، ترغب بالزواج من رجل ناضج يحترم المرأة ويقدس الحياة الزوجية. بقى شو رأيك؟ هو أنت هيك بتحبها؟ والإعلان بيني وبينك يعني خرجك تماما. وأنا هيك قلت لما قريته. المهم شو عملت؟ رحت شفت صاحبة الإعلان ولا لساتك عم تفكر؟ لا سيدي، رحت على المجلة وما كذبت خبر. صباح الخير. صباح النور عيوني. الحقيقة أنا جاي مشان الإعلان المنشور بالمجلة تبعكم، فإذا ممكن. تشرفنا، أهلا وسهلا فيك عيوني. أهلين دادا أهلين، وأنا المدام ابتسام نكاشي المسؤولة عن زاوية نصف الحلو في مجلة العرش الصاخب. أهلا وسهلا. تشرفنا مدام نكاشي، وأنا جهاد سراس جوبراني الأصل من كل الدول العام. تشرفنا أستاذ سراس، أهلا وسهلا. شرف عيوني، شرف ارتاح، أهلا وسهلا فيك. شو بتحب تشرب؟ أي شيء بارد لو سمحتي، بس مو شرط يكون كازوز، مي باردة بيمشي الحال. لا ولو، انت ضيفنا ما بصير. جيبي لنا 2 اناناس مغضوبه. حرام مدام، ليش هيك عم تسبيها؟ لا لا ولا يهمك، هي هيك اسمها. ايه عيوني، شو لفت نظرك شي اعلان بمجلتنا؟ ايه نعم مدام، والحقيقه عجبني هالاعلان بالذات. طيب ممكن تعطيني رمز صاحبه الاعلان لو سمحت؟ ايه نعم، مكتوب هون محطه مير. ليكو لقيته. اوكي طيب عيوني، انت هلا بتحب تشوف صاحبه الاعلان ولا شو اقتراحاتك؟ لانه نحن طبعا اولا واخيرا بتهمنا راحه زبون قبل كل شيء. بتحب تشوفها بالاول اذا ما في مانع. ايه على عيني، بس ممكن اول شيء اخذ منك بعض المعلومات؟ طبعا على عيني، تكرم. لو سمحت تعطيني بقى عمرك بالكامل وراتبك الشهري. عمري 42 ليرة وراتبي 8000 سنة بالشهر. شلون هيك عيوني؟ يعني العمر 8000 سنة وراتب 42 ليرة؟ عفواً عفواً، اعكسي الأرقام بيمشي الحال، أنا متلبك شوي. الحق معك، الحقيقة الواحد بيتلبك بهيك مواقف. مزبوط، دراستك وعملك؟ معي إجازة بالحقوق وحالياً موظف بمصلحة المجاري المؤممة. طيب متزوج شي قبل هالمرة؟ نعم متزوج ومطلق من 2 سنين. عندك أولاد؟ لا ما عندي أولاد. طيب لحظة شوي لو سمحت. ألو، مرحبا عيوني، كيفك؟ أنا المدام ابتسام نكاشي من زاوية نصفك الحلو بمجلة العش الساخن. كيفك عيوني؟ شو هالحكي؟ شو هالحكي؟ عتبان علينا ليه بقى؟ لا تأخرنا عليك عن جد. طيب انت تعرفي يعني السوق دائر شوي، شو نساوي؟ ولا يهمك. ايه عيوني، انا في عندي هون استاذ قرأ اعلانك بالمجلة وحابب يشوفك، يعني اذا بترغبي بهالشي شو رأيك؟ ايه عيوني، بتصور عنده نفس المواصفات المطلوبة بالضبط، بالاضافة لخفة الدم طبعا.
42 سنة. لا مطلق. والله ما بعرف، ممكن اسأله؟ لحظة لو سمحتي. محطة مين عم تسألك عن سبب الطلاق؟ الحقيقة السبب هو عدم الانسجام، لأنه مرتي الأولانية كانت مثل الضبعة وصعب كتير التفاهم معها، ولها شي تم الطلاق. عم بيقول إنه مرته كانت صعبة كتير كتير وما صار تفاهم. إيه أوكي. وحضرتك عيوني أنت بتحب يكون الموعد؟ طيب لحظة لأسأله. بناسبك بكرة الساعة 6 المساء عيوني؟ ما في مشكلة، منشوفه على رطوبة. أوكي، معناتها موعدنا هون بكرة الساعة 6 المساء. أوكي، الله معك عيوني، الله معك، باي باي. ورحت على الموعد؟ طبعاً رحت. وشو لقيت؟ رح أحكي لك شو لقيت. مدام نكاشة، تأخرت محطة مير، ما هيك؟ يا ريت تقلي مدام ابتسام بيكون أفضل عيوني. على كل هذا وقتها ما بقى إلا تجي. تفضل. مساء الخير مدام ابتسام. هلا 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 عيوني. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مروان. جهام. عفوا شو بتعرفوا بعض من قبل؟ لك العمى ضربك ويخرب بيتك، لك لهون لحيني كمان؟ والله العظيم لو بعرف إنه أنت اللي طالب تشوفني كنت جبت مسدسي معي. لك العمى ضربك ويخرب بيتك انت، لو عرفان انه انت محطة بير كنت زتيت حالي بالبيرة قبل ما اجي لهون. لك يا ريت كنت خلصت من هالوش. بالاذن مدام نكاشة. لحظة لحظة عيوني لحظة. خير خير شوفي. قال شوفي قال يا مدام محطة بير بتكون طريقتي. العمى على هالكم، قسما بالله الصدفة ما بتحصل الا بالافلام الهندية. المهم هلا خلينا بموضوعك، افتح هالمجلة وقرا لي هالاعلانات على مهدوي، لعل وعسى تلاقي شيء بيناسبك. بس ما يصير فيني مثل ما صار فيك. ليك الثاني، ليش انت متجوز ومطلق مثلي؟ قلتها ماشي الحال. فتاة في 28 من عمرها، متوسطة الجمال، وتقدس الحياة الزوجية، ترغب بالزواج من شاب يكبرها بخمس سنوات. يا حبيبي لا لا حبيبي، هي ما بتناسبني منوب. ايه طيب معلش شوف غيرها، البنات على قفا مين يشيل. طيب. فتاة في 25 من عمرها، خارقة الجمال، شديدة الذكاء، تجيد الطهو، ترغب بزواج من شاب مقيم في امريكا وحاصل على جرين كارد. يا حبيبي كمان هي ما بتناسبني. ايه شوف غيرها شوف غيرها يلا. ماشي. شغالة فلبينية، تجيد المساج، ترغب بالزواج من مسلم ولو على ضرة. يا حبيبي امالي هون منوب. أرملة يهودية، ترغب بالزواج من عربي فلسطيني بشرط الإقامة في المستوطنات. للعامة لهون وصلت وقاحة. فتاة مغناج، ترغب بالزواج من مسؤول كبير بالدولة أو ضابط مخابرات أو جنائية لا فرق. للعامة شو هالطلب الغريب. أخي المسألة عرض وطلب. أرملة ولديها أربعة أولاد. يا حبيبي لا هي ما بتناسبني منوب. مطلقة تبلغ من العمر 60 عاما. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا والله. هلا لا تضوج شوف غيرها يا أخي، الصفحة مليانة. فتاة عادية، ليست جميلة وليست قبيحة، هادئة متزنة، تبلغ من العمر 35 من عمرها، مرتاحة ماليا وتقدس الحياة الزوجية، ترغب بالزواج من رجل ناضج تخطى الأربعين من عمره. شو رأيك في الإعلان؟ شلون شفته أنت؟ والله بصراحة أثار فضولي. ليش؟ لأنه ما في تفاصيل كثيرة؟ ما بعرف بس حسيته إعلان منطقي وصيغته واقعية وما فيها أي مبالغة، وهذا دليل على أنه صاحبة الإعلان عاقلة وراكزة وجريئة بنفس الوقت. مزبوط عم تحكي، والمواصفات تنطبق عليك أنت تماماً. طول بالك انت الثاني، ليش بتتسرع باطلاق احكامك؟ ماني عم بتسرع، بس وحده مثل هي ما لازم تروحها من ايدك ابدا. اتلحلح شوي. شو اعمل يعني؟ شلون اتلحلح؟ انت بالاول شف لي شو الاسم المستعار تبع صاحبه الاعلام. ما بعرف. اعصار ميتش. والله ظريف الاسم. انت دمك خفيف كثير. طيب شو لازم نساوي هلا حتى نشوفها؟ قوم لنتصل بالمجله. هيك دغري من الباب للطاقة؟
لك أخي ليش التأجيل؟ خير البر عاجله، ولا ألا بلا ما نتصل بيكون أحسن. لك يا حبيبي مو هيك قصدي، قصدي نروح نعمل زيارة للمجلة ونحكي معهم فيس تو فيس، ما في داعي للمطمطة. هيك فكرك؟ أنا هيك فكري. شو رح نخسر يعني؟ قوم لقلك قوم. لك لوين؟ لك شبك خايف وكأنه رايحين لنسرق بنك. طيب شو رأيك أن أجلك كم يوم عربين ما أكون استعدت نفسيا؟ لا حبيبي، إذا بدي استناك كم يوم لا رح تتجوز ولا رح تستعد نفسيا، رح استناك يوم واحد بس. يا متر ماهر فخر الشام. تشرفنا. اهلا وسهلا عيوني. الله يسلمك. اكيد جايين مشان شي اعلان اذا ما خاب ظني. وهيك ايه والله ما خاب ظنك منوب. والاعلان بخصك ولا بخص رفيقك عيوني؟ لا هالمره بخص رفيقي. ويا ترى انو اعلان لفت نظرك؟ الحقيقه لفت نظري الاعلان يلي حاططه اعصار ميتش. يعني لقيت المواصفات اللي بدك اياها بصاحبه الاعلان؟ مبدئيا نعم، بس بقي علينا نعاين، قصدي نشوف صاحبة العلاقة. شو عليه عيوني شو عليه؟ ما في مانع ابدا، هذا حقك طبعا. بتحب حدد لك مع موعد لقاء؟ والله اذا ممكن. ايه تكرم عينك. وان شاء الله ان شاء الله بتتوفقوا وبصير نصيب وبتعيشوا بسعادة وهناء. والحقيقة الحقيقة عيوني نحن منكون كتير كتير سعداء لما منوفق راسين على مخدة واحدة، او لما منحاول دحش راسين بطاقية واحدة حتى لو كانت صغيرة. مغضوبة، طلعت المانجا باردة لو سمحتي. لا ليش عزبتي حالك مدام؟ الله يخليكي. لا لا عيوني مو معقولة الحكي، هذا واجبنا، بس بدي منك خدمة صغيرة. ولو تفضلي مدام. بتمنى منكم المحافظة على سرية الموضوع، يعني إذا ما صار نصيب وما اتفقتوا مشان يضل الموضوع بيناتنا، مشان ما يصير يعني لغط ومشاغبة مثل ما بتعرف. ايه طبعا طبعا، ولو من هالناحية كوني مطمئنة مدام نكاشة. شغلة تانية كمان، فضل انك تكون لوحدك اثناء اللقاء، هيك الاصول. يعني ما بصير كون انا موجود، انا زبونكم مدام. اهلا وسهلا فيك، بس انا افضل يعني انه يكون اللقاء ثنائي مشان خصوصيه الحاله عيوني. ايه مو مشكله مدام نكاشه، مو مشكله، راح كون لوحدي. اوكي معناها اتفقنا. الو مرحبا عيوني، كيفي؟ أنا المدام ابتسام نكاشي، مسؤولة زاوية نصف الحلو بمجلة العرش الصاخب. أهلين فيك عيوني. أهلين أهلين. مين معي؟ الأنسة فاتن. أهلين أهلين. كيف رضاك علينا؟ حلو اسمها ما هيك؟ حلو كتير، شو بدك أحلى من هيك؟ فاتن. حابين نحدد معك موعد لقاء إذا سمحتي. إيه إيه إيه. إيه في عندي مستأجر، عفوا في عندي شخص حابب يشوفك. ايه عيوني ايه ايه بنفس المواصفات اللي حضرتك طالبتيها بالاعلان موجود عندي طبعا. لحظه شوي، بكره الساعه 6 بيناسبك استاذ؟ ايه بيناسبني، مو مشكله. اوكي عيوني بكره الساعه 6 المساء ان شاء الله. اوكي حبيبتي اهلين. هلا هلا عيوني، هلا هلا، باي. تدري ليش ازعل عليك؟ اعشقك واموت فيك، تكسر الخاطر بدوني، ينكسر قلبي وجيك. تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ تدري ليش ازعل عليك؟ وعمل ايش مجعلك ها؟ اذا بدي اكوي بخاف اتاخر على الموعد، احسن شي روح بهاد. بدأني خشنة بدها تنعيم، أعصار ميت شي مو أي كلام. بحبك وبغار ويلي من الغير، بحبك وبغار يا ويلي من الغير، شعلت النار من نظرة صغيرة لو عقلي طار. لا مش قصة صغيرة، لا 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 ترارررا ترتارا تريررر رررررر. اخ
اهلين اهلين عيوني. اهلا وسهلا فيكي، متاسف كثير للتاخير. ولا يهمك، ولو ما في مشكله ابدا. تفضل تفضل تفضل. شكرا. اهلا وسهلا. تحياتي مدام. اهلا وسهلا. بعرفك على انسه. مين؟ مغضوبه؟ لا، شو هالحكي؟ هاي الانسه فاتن. حضرتك ال مدموزيل فاتن. ليش واقفين يا جماعة؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ميرسي مدام. عفوا يعني حضرتك الإعصار ميج؟ نعم أنا الإعصار ميج. عجبك الاسم؟ إيه طبعا طبعا، اسم طريف ظريف حلو حلو تماما. ميرسي. على فكرة الأنسة فاتن كمان تحكي لغتين ثلاثة لمعلوماتك. واضح واضح، لسانة طليق تماما، خزيت العين حولها ما شاء الله. وكان ايه عيوني، بتحبوا اتركوا لحالكم شوي؟ لا لا لا، ليش لا تتركينا؟ شو تتركينا؟ مستأنسين بوجودك مو هيك؟ طبعا طبعا مستأنسين مستأنسين مدام. ما في مشكلة، شو بتحبوا اطلب لكم؟ انا اكسبريس سكر وسط. اوكي، والاستاذ؟ انا سادة، اي شيء سادة. اوكي. الو يا مغضوبة، واحد اكسبريس وسط واثنين قهوة سادة لو سمحتي. ايه استاذ ماهر، شلون شفت؟ شو بدي اشوف عيوني؟ يعني كيف شفت الانسة فاتن؟ ظريفة، ايه ظريفة، عين الله حولها، الله يسلمها لأهلها. على فكرة مدام ابتسام، الطقس اليوم كان معقول كتير، يعني غائم جزئيا مع فرصة لهطول زخات من المطر. أنا بحب هالطقس كتير، يعني لا برد ولا شوب، والبحر متوسط ارتفاع الموج، بس معدل الأمطار هالسنة يعني كان ماشي حاله الحمد لله. المواسم كانت جيدة، والأغنام أكلت وسمنت، والمياه الجوفية تحسنت، يعني ارتفع مستوى الآبار السطحية والجوفية بكل سوريا، وهذا بالحقيقة شيء مبشر مبشر تماما. أستاذ ماهر، يا ريت نضل بصلب الموضوع اللي جاي مشانه لو سمحت عيوني. ايه طبعا طبعا، يعني لازم نضل بصلب الموضوع، ليش جايين نحن لهون لكان؟ بس عفوا، ممكن اتصل بالتليفون؟ تفضل عيوني تفضل. الو مرحبا شهاد، شو الأخبار عندك؟ نعم؟ شو الحكي؟ أخذوه على المستشفى؟ إمتى؟ بالعناية المشددة؟ لا 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 لا، على الشغلة، أنا جاي لعندك فورا حبيبي، مع السلامة. خير أستاذ؟ شايفه هاي الشغلة؟ شايفه؟ أنا شغلة؟ أبوه لجهاد بالعناية المشددة، المسكين إجته أزمة دماغية، والمسكين كان عم يغسل الكلي مرتين ثلاثة بالأسبوع، هذا غير الطحال والشقيقة والتهاب المفاصل ووجع الأسنان. أنا آسف يا جماعة، مضطر أمشي، رفيقي هاد ولازم واقف جنبه بهيك ظروف، بيعتب بعدين مو حلوة، بتعرفوا أنتو يعني الناس للناس والقطة بالنفاس والإنسان يعني بيكون. يلا هلا السلام عليكم. شو هالحكي ماهر، يعني ما عرفتك الآنسة فاتن؟ لك اخ يا جهاد اخ، شو بدي احكي لك لاحكي لك؟ يعني انا ما توقعت لا بالاحلام ولا بالافلام اني شوف قدامي هيك بنت بهالدمامة والقباحة والبياخة، اللهم الاعتراض. يلحمها لهالدرجة؟ وبلكوا اكتر، يعني شو بدي اقول لك؟ بصراحة انا لما طلعت على الكرسي اللي قاعدة عليه اتاخدت وتلبكت، لاني ما شفت انثى على الاطلاق، شفت كتلة
كتلة من الشحم واللحم، معدومة التضاريس والجغرافيا، انعدام كامل. انت عمرك شفت جسم ماله جغرافيا؟ هلا لا تقعد تبالغ وتهول الامور مثل عادتك. يعني اذا كانت الوحدة وشها حلو ممكن غض النظر عن الرشاقة. بعدين لا تنسى انه نحن حطينا التنازلات على رأس القائمة. ولك انو تنازلات هاي؟ عم قلك وشها الله يجيرنا يا رب. يعني انا بتصور انه رب العباد لما خلق هالوش خلقه حتى الناس لما تشوفه تعتبر اولا الملامح عجيبة وغريبة، وبيعجز اي رسام كاريكاتير انه يرسمها. عيون كبار، جئرين، كلهم غضب، شرر متطاير، الشفتير غلاظ كتير، غلاظ وسماك، وكل شفتور ما بيشبه اخوه ابدا. بعدين التم كبير كتير قد المغارة، وعاملته مثل خاتم بالحمرة هيك قال حتى تصغره، والحناك مثل بلوعة، واسنانه مثل صف التلاميذ الابتدائي بتحية الصباح، شي طالع شي فايت، شي طويل شي قصير، شي متعبال شي مسطع. يا لطيف لهالدرجة؟ وشها ما بينتمي لأي شكل هندسي معروف بالطبيعة، لا هو دائري ولا إهليجي، لا قطع ناقص ولا شبه منحرف، لا متوازي مستطيلات ولا معين. يعني فيك تقول شكل هندسي مزيج من هالأشكال هي كلياتها. لك رقبة، رقبة مالا، راسة غاطس بين كتافة، والكتاف كتف أطول من كتف، وظهرها في حر دبة، أصابع إيديها غلاظ وسماك مثل اليلنجي أو الكباب، مثل أصابع الباطنجية. نطقها غلط، منطقها سخيف، صوتها نشاز، ضحكتها فضيحة، ذوقها معدوم، لبسها مفشكل، ومكياجها لخمطة. ولك خلص خلص، والله أبشع البدني. اللهم لا تبلينا وعفو عنا يا أرحم الراحمين. لك الحم شو هالوصفة؟ وهذا شو؟ لسه ما حكيت لك شيء. خلص خلص، ما في داعي تكمل، وصلتني الصورة تماما. روح الله يكون بعونك على هالمقلب يلي أكلته. أخي ماهر بيظهر أنا وياك حظنا مع هالمجلة أوت. بس بدك الصراحة يا جهاد، قسما بالله شفقت عليها من جوات قلبي. يعني بعد ما راحت السكرة إجت الفكرة، وبعد ما فقت من الصدمة سألت حالي إيش وذنب هالمسكينة حتى تصير مضحكة للناس بسبب شكلها؟ مثل المخلوقة هاي ليش لحتى تقضي حياتها معنسة وغير مرغوب فيها؟ بالإضافة لأنه بجوز يكون عندها حس عالي وتهذيب رفيع. صحيح صحيح، هالكلام دقيق من وجهة النظر الإنسانية، ومثل ما بيقول المثل كل أمحى مسوسة إلى كيال أعور. بس يا جهاد هيك أمحى صعب يلتقى لأي كيال، يعني وحدة مثل هاي ما بتوقع إنها تتجوز أبدا يا حرام. سيدي ولا تتجوز، شو بدنا نحمل هم نحن؟ جهاد فهمني دخيلك، أنا حطيتك بالصورة الأولانية حتى أشرح لك واقع الحال، بس من المقابل ومن وجهة نظر إنسانية، يعني شلون بدي أقول لك، يعني حلو الإنسان يضحي في سبيل أخيه الإنسان. شو قصدك؟ يعني لازم حدا من هالناس يضحي ويكسر على أنفه بصله ويتجوز هالمسكينة. طيب مين هالحدا؟ بس ما تكون انت. ها ليش لا؟ ولك العمى بقلبك العمى شو جنيت؟ ولا طمعت لأنه سمعت انه مرتاح حماليا؟ لا ما طمعت، بس انا عم فكر بشكل واقعي وانساني، وانا طول عمري اتعودت اني ضحي وتعودت اني اتفانى في سبيل غيري، ومو غلط ابدا اذا ضحيت هالمرة في سبيل هالدرويشة. لك اخطي، خليها تفرح، خليها تتجوز، خليها تدخل دنيا، وأكيد هي رح تقدر لي هالتضحية الكبيرة اللي عملتها مشانها، ورح تحفظ لي إياها طول عمرها. ما بتعرف يمكن تسعدني سعادة ما بتوقعها أبدا. يعني جهاد بيني وبينك، الشكل الحلو عند المرأة بتغتال التصرفات البشعة، وبتصير المرأة بعين الرجل أقبح من القبيحة. ولا تنسى أنه العلاقة الزوجية مو بس علاقة جنس ومنس، لا في أشياء تانية كمان. لك شو جنيت أنت؟ ضروري انت تضحي، خلي غيرك يضحي بعدين بجوز. خلاص خلاص جهاد، الحوار انتهى، وبالظاهر انا قررت اتجوز اعصار ميتش. العمى شو هالرجال، هو اللي بيمدح وهو اللي بيذم، شو هالتناقض هاد؟ يا ماهر اسمعني شوي قبل ما تتهور، بكره بتندم. حبيبي انا قررت وانتهى الموضوع، خلصنا، وأنا متأكد أنه رب العالمين ما رح ينسى لي هالتضحية، متأكد. ماهر أكيد أنت مو بوعياتك. كيف معنا يا؟ فوت خلص فوت. هلا 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 عيوني هلا. مرحبا مدام، شو صحة؟ مرحبا مدام، أنا مرتاحة تفضل.
شو استاذ ماهر؟ اكيد لفت نظرك شي اعلان جديد ما هيك؟ لا والله، يلي لفت نظري الاعلان القديم. ما فهمت عليك ماهر. مدام ابتسام، انا قررت اتجوز عصار ميتش، بقى يا ريت تتصلي هلا بالانسه فاتن وتبلغيها قراري. للاسف استاذ ماهر، للاسف عيوني، انا ما رح اقدر اخدمك بالموضوع ابدا. ليش بقى؟ لانه الانسه فاتن بعد ما شافتك اصيبت بصدمه. نعم اصيبت بصدمه؟ ليش بقى؟ بصراحه قال حضرتك ما عجب تمنون، وهي ما انا حابه تدفن حالها بالحياه معك، للاسف عيوني. رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. اهو يا سادة يا مخطوبة. الو، اهلين، عمر بيك. عم بحكي معك من الملعب، عم بلعب شوية رياضة. جابر بيك وجلال بيك معي، بس واحد بملعب التنس والتاني بالمسبح. انا مش شمسية ولا ايه؟ فليكن، منلتقي على الغداء. ماشي، هلا انا راح ابعت وراه هون. نعم، انت راح تتصل فيه. طيب عمر بيك، اوكي اوكي، مع السلامه. مسكنا. تحياتي عمر بيك. اهلا اهلا. نعم تحياتي عمر بيك. يا اهلا وسهلا. شو بدنا نسوي؟ حصة رياضة، لازم ندرب جسمنا شوي. نعم نعم، اليوم الغداء عندك بالفيلا؟ طيب شو رأيكم نطلع نتغدى بشي مطعم برا؟ طيب طيب، نجي لعندك ونتفق. اهلين عمر بيك، مع السلامة. شوف يلا تفشني يا ابني. كان بسكانه يا سيدي. الله يخليك ويسلمك. اهلا وسهلا. والله الحمد لله، ما رضي عاش. ان شاء الله ما كنت تاخرنا عليك عمر بيك. لا لا لا، ما تاخرتوا، شرفوا. يا اهلا وسهلا، اجيبوا على نوع الزبط. يا بنت الحلال، اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل، راح نقعد فوق. يا
شو عمر بيك؟ يبدو مقطوع عندك المي اليوم. لا الله يسامحك، أنا بتنقطي عندي المي، هذا اللي كان ناقص والله. إيش ونسيان إنه عندي بيرين غرز وكل واحد بيعطي 4 إنش مي صافية مثل الزلال. طيب وليش عم تنقلوا المي على المسبح بالطناجة؟ معك حق تسأل يا سيدي، هي عقوبة. عقوبة؟ طبعا، لأني جيت اليوم من الشغل تعبان وعرقان ومالي مصدق إمتى أصل على الفيلا حتى أعمل لي غطة بالمسبح حتى ارتاح شوي وانتعش. وإذ بتفاجأ بأنه الشباب بعد ما نظفوا المسبح نسيوا يعبوا. شو هالحكي؟ الله لا يعطيهم العافية على هالفصل. قمت فورا عاقبتهم هالعقوبة هي وأمرتهم يعبوا المسبح بالطناجر والسطول. حلوة هالفكرة، حلوة كتير. قسما بالله ما قصرت معهم أبدا، لأنهم بالفعل بيستاهلوا هيك عقوبة وزيادة كمان. العناصر بشكل عام ما بينعطوا وش. لا ومو بس هيك، هددتهم إذا بتتكرر هالشغلة مرة تانية رح خليهم يعبوا المسبح بكاسات الشاي. بالفعل عليك كل فكرة بتطير ضبنات العقل يا عمر بيك. مو مسألة أفكار يا جلال بيك، الضرورة يا أخي عم تفرض على الواحد منا يكون حازم وقاسي مع العناصر تبعاته، وإلا يا أخي ضغري بيبيعه وبيشطه وبينجلقه فرجلقة. قال يبيعه ويشطه، قال قسما بالله ما يعملوا معي هيك عملة لحتى ورجلوا نجوم الظهر. هذا يا سيدي، أنا مرة طلعت من الفيلا الصبح حتى روح على مكتبي، كنت ناوي أركب النملة السوداء هي اللي عندي، هيك يومتها أجي على بالي ما بعرف ليش. المهم لقيت هالنملة وسخة والغبرة عليها هالسمك. بقى يا حذركم كيف عاقبت العناصر على هالتقصير هاد؟ هات لنشوف. يا سيدي أمرتهم ينطفوا السيارة بفراش السنان. حلوة حلوة، فكرة مبتكرة والله العظيم حلوة، وصدقني رح طبق هالعقوبة عندي بأقرب فرصة متاحة. قال فراش السنان قال. أنت منين بتجيب هالزكا؟ منين؟ بتعرف بعد هالعقوبة بحياتهم ما رح ينسوا نطفوا السيارة، رح ضل طعمتها تحت سنانهم طول العمر. يا جماعة أنا مرة نزلت عجنينة الفيلا تبعي، قمت لقيت حشيش الكازون طويل سنتيين، أنا شفت الشوفة وعقلي من راسي طار. فعلا شي بيطير العقل، لأنه أكره شي على الإنسان يدعس على الكازون الطويل، ما بترتاح رجله بالدعسة يا أخي. إيه سيدي، وشو عملت ساعتها جابر بيك؟ جمعت لكم كل العناصر والمرافقة اللي عندي وخليتهم ينتفوا الحشيش الطويل بملقط الحواجب تبع النسوان. الله وكيلكم، تموا يومين بطولهم عم بينتفوا كل حشيشة بحشيشتها. مو بس هيك، وهددتهم كمان وقلت لهم إذا بتتكرر القصة مرة تانية وبشوف حشيش الجنينة طويل بدي خليهم يقطعوه بسنانهم ويأكلوهم كمان. يا جماعة مرة عملت لكم كبسة على المحرس، قمت لقيت الشباب يلي عندي حاطين هالقصعة الفول ونازلين فيها سفق طرق. بس مو هون المشكلة، المشكلة كل واحد فيهم حاطط لي صحن بصل هيك قده، وأنا مانع دخول البصل على الفيلا منعاً باتاً. إيه معك حق، إيه قسماً بالله ريحة البصل ما بتنحمين، خصوصي إذا كان المحل محصور مثل المحرس. إيه سعيد بيك، وشو سويت بالشباب؟ يا سيدي بعتت جبت كيليين بصل وخليتهم ياكلوهم بقشرون، وما حليت عنهم لحتى هرشوهم هرش. أحسنت يا سعيد أحسنت، بس يا ترى تحملت ريحة البصل يلي أكلوه؟ أعوذ بالله، حطيت كمامة ولولا الكمامة كنت دخت من أول بصل. يا سيدي ذكرتوني بأيام الجيش. هذا الجيش بتعرف أنا كيف كنت عاقب العساكر تبعاتي؟ كيف؟ طعميهم بصل بقشره. ايه يا جماعة وين ناويين تتغدوا؟ شو رأيكم نتغدى عندي هون بالفيلا؟ والله أنا بفضل نغير جو ونتغدى برا. اصبح شو رايكم نروح على عين الفيجي او عبلودان؟ انا بفضل نطلع على محل ما يكون عجقه كتير لحتى ما نلفت نظر. تعرفوا انتو انه نحن شخصيات مهمه كتير بالبلد، ووجودنا مع بعض بمحل واحد ممكن يسترعى الانتباه. لكان خلاص اتركوا هالشغل علي، انا بعرف مطعم فاتح جديد وعم يقولوا انه اكله كتير ظريف وطيب وكمان هادي وما في عليه رجل. عظيم، هذا هو المطلوب. ايه يا جماعه كل واحد يركب سيارته ولا نركب سيارة واحدة؟ لا منطلع بسيارة واحدة مشان ندردش شوي على الطريق. بتعرفوا يا جماعة انه انا نص السيارات اللي بركبها مو نظامية؟ يعني معظم سياراتي يا اما خالص ترسيمة
يا اما ما الى قيود بالمره، يا اما رقم المحرك والشاسي غير مطابقين لدفتر الميكانيك، ورغم هالشي كله ماشي. يا سيدي قصتك هويني قدام الفيلم اللي ساويته. أنو فيلم؟ بتصدقوا يا جماعة أنه بعت ابني لبلاد برا بعثة مشان يدرس الطب وهو ما معه بكالوريا؟ أوف. عن جد جابر بي؟ ما بزل عليكم، وهلا هو سنة أولى بكلية الطب وما معه بكالوريا لا علمي ولا حتى أدبي. يا لطيف. بس يا خوفي بكرة يرجع من بلاد برا بلا شهادة طب وتفتح له عيادة وتشغله دكتور. طيب ليش مستغربين؟ ما في شيء بعيد على جابر بيك. يا جماعة كل الحكي مو شيء قدام هالبلوة اللي ساويتها أنا. وشو هالبلوة بقى؟ شفتوا البناية اللي عمرتها بمشروع التجمع السكني؟ هاي البناية تبع سبع طوابق؟ اي نعم، بناية السبع طوابق. بتصدقوا انه هالبناية مالها لا رخصة نظامية ولا سجل بالطابة؟ شو هالحكي؟ يعني كلها مخالفة؟ اي نعم يا سيدي، مخالفة من فوق لتحت. يا لطيف بأجرأك يا جلال بيك، لكن الواحد بخالف بطابق باثنين بثلاثة، أما بسبع طوابق. حتى تعرفوا إنه ما بيصعب علي شيء أنا. صحيح صحيح. أمو سيدي خلينا نلحق الغداء. يلا يلا سيدي خلفوا. شو عمر بيك؟ شايف ما وقفت على الإشارة؟ لا يا جابر بيك، يعني بتلاقيها حلوة بحقي اني وقف على الإشارة مثل هالخلع والعالم؟ لا والله مو حلوة بنوب. اصلا انا بحياتي كلياتها ما وقفت على إشارة، مو بس هلا يا سيدي، وحتى قبل ما اصير مسؤول مهم كمان. وشلون كنت تخالف القوانين والأنظمة وما كان لك صفة رسمية؟ هو صحيح ما كان لي صفة رسمية، بس خالي كان مسؤول كبير وكنت خالف قوانين المرور على اسمه. تخيل اسمه، يعني فيك تقول انه مخالفة الاشارة وانظمة المرور صارت ماشية بدمي. انا بحياتي ما فتت على مطعم او فندق او كازينو ودفعت الفاتورة. يعني ما احلامي وانا عم بدفع مصاري. انا لو وقفت الشغلة عطتنيش الفاتورة كانت المسألة هينة، بس بالعادة أنا أول ما فوت على شي مطعم يا أما بضرب الجراسين يا أما بسناول صاحب المطعم بشي كم كف على خلطه لحتى أضعهم وخليهم يديروا بالهم على الطاولة منيح. بلوي بلوي. بس هو بلوي كلنا بلاوي. بدي صف سيارة. ليك مفتاح بقلبه وأنا بصفة أستاذ. مين صاحب السيارة هاي؟ جوا عنا بالمحل أستاذ. اركود ناديله بدي صف السيارة محله أوام. نعم. وين وين اركود؟ هون إيش على بالي صف السيارة؟ حدا بيمنعني شيء؟ أعوذ بالله، مين بده يمنعنا؟ وين ما بدنا من صف سيارتنا نحن عمي. شرف زبون العوافي. يعطيكم العافية. ايه حبيبي بدنا نصف السياره محلك. خير ليش بقى شو في؟ عم بيقول لك بده يصف السياره محلك. يلا تحرك. تمام. كل شوي قدو عم صف السياره. لا ناس في السياره مع كرسي صغيره وهو كبير. هلا صف السياره هون. شرفوا. تعال تعال. يا ابني تعال تعال. اخبار استاذ؟ وين بدك تقعدنا؟ المحل كله تحت تصرفكم. اهلين 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 وسهلين بالبقوات، شرفتونا. شوف شوف البقوات وين بدهم يقعدوا بسرعه. يلا بدنا نقعد على هذيك الطاوله. عفوا؟ بالظاهر ما سمعت شو قال لك؟ قال لك هنيك. بس عفوا الطاولة مشغولة وعليها سواحة جانب، يعني كلكم نظر مو حلو نغيرهم الطاولة بلا سبب. شلون يعني بلا سبب؟ نحن بدنا نقعد عليها، في أهم من هيك سبب؟
يلا يا ابني فضي طاولة بسرعة. قوام. لكن تضرب بهالراس. تصرف بسرعة تصرف. مرحبا شباب. معيدكم نحن معنا جروب سياحي اذا تريدوا من دولة. اه روح اتحرك بلا يلا روح. اوكي 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 شوف شوفوا شوفوا قطف قطف برافو عليك سعيد بيك. هالحركة اللي عملتها حلوة كتير لأنه هيك ناس ما بيجوا غير هيك. مو هيك بالله. الوفد سياحي قال. هلأ الوفد السياحي أهم منها. تعا يا بي تعا. مور استاذ. قيمة الشراشف واصحون المعالي والسوكات وغيرون. يلا. حاضر استاذ. العمى ضربك. شو أصحون هاي؟ شو بها استاذ؟ روح جيب صحون تلاقي بقيمتنا روح. خد. حاضر. أمرك بيك. سون سي جون اما ان شاسي ابوش تعال يا ابني مور بيك بدلوا لنا هالشريط وحطوا لنا شريط مثل الخلق والناس على عيني وراسي شو بتحبوا تسمعوا شو بتحبوا تسمعوا يا شباب على الهواره ولا عتابه هواره على الهواره هواره هواره ولك يلا حاضر بيك تعال ولك نعم بيك وجيب لنا اربع اراجيل معسل بطيخ يا بطيخ امرك بيك عجيل معقول خفت امو عمى بدون شريط هواره ايه هواره الله يمضي هالنهار على خير حط له شريط هواره حاضر يا جماعة ما بكون تطلبوا الغداء؟ بلا شو بتحبوا تتغدوا؟ مو لنغسل ايدينا بالاول؟ وين وين اي؟ على المغسلة بدك يانا نحن نروح على المغسلة بجلالة قدرنا؟ لكن شو بدنا نعمل؟ المغسلة بتجي لهون وينك يا بطيخ؟ امر بيك بدنا نغسل ايه تفضلوا المغاسل جوا بدك يانا نروح على المغاسل؟ شو جنيت انت ولا؟ لكن شو بتأمروا؟ اركض اركض جيب لنا مي بسرعه لنغسل هون اوام بسرعه نعم شو بدهم ليش قالب خلقتك احمد ربك يلي ما طلبنا المراحيض لهون بتأمروا شي تاني يا بكوات املنا هالكراكيب من خلقتنا وابعث لي الشيف حتى نفهمه شو بدنا ناكل امرك سيدي ايه بسرعه أخي هيك ناس إذا ما ورجيتهم العين الحمراء ما بيستهبوك برافو عليك أهلا وسهلا أهلا وسهلا شرفت يا بيك بدي الطاولة هاي وليه هذا أبو الجماجم فتوا الطاولة بسرعة قبل ما يوصل لهون أوامر